في ابراج تقول لك ربنا يسهل له، وفي ابراج تانية تقول لك لو مش هيبقى ليا ما يتهناش مع غيري. يعني في ابراج بتحب ان هي تشمت في الطرف التاني بعد الانفصال، وهو ده موضوع حلقتنا. ومعانا كل الابراج من المركز الـ12 لحد المركز الاول، من الاقل شماتة الى الاكثر شماتة. وتوقعوا واكتبوا زي ما انتم عارفين انا مدمن على قراءة تعليقاتكم، بقراها كلها بالحرف الواحد. كل حد كده توقع برجو هيجي في المركز الكام، وحد اذكى شويه يكتب لنا واحنا بندردش كده يتوقع مين هيكون المركز الاول. وادعوا معايا يا رب الحلقه دي ما تتقلد، وتعالوا بينا نبتدي باجمل عيله واجمل ناس في الدنيا. سريعا كده يا ريت الجديد يعرفنا بنفسه عشان رحب بيه، واللي ما اشتركش في القناه اشترك عشان اشعاراتنا توصل له. وتعالوا بينا نبتدي بالمركز الـ12. حد توقع الدلو الهوائي المتسامح؟ طالما كان برج الدلو بيحجز لنفسه مركز بعيد جدا عن المواضيع اللي من هذا النوع. الدلو برج متسامح، انجاز التعبير هنقول هو اكتر برج في الـ12 متسامح، يعني مش هيشغل باله بحتة الشماتة قوي، فهيمشي بمبدأ ربنا يسهله وخلاص، اللي فات مات. متقارب منه في المركز الـ11 واشد منه شوية البرج الحبوب الناري، برج القوس اللي بيجي في المركز الـ11. نفس الكلام، بعيد تماما انجاز التعبير عن المواضيع دي، وما بيحجزش لنفسه مركز فيها، يعني يعتبر الاتنين انجاز التعبير خارج نطاق الحلقة. الاسد اشد منهم شوية ولكنه بيجي في المركز الـ10، برضه يعتبر بيمشي بمبدأ ربنا يسهل له. اتمنى لو شايفين الحلقة دي مفيدة وممتعة كالعادة ندوس لايك قبل ما ندخل بقى في منطقة وسطى، يعني الابراج اللي بين البنين، يعني احنا داخلين على المركز التاسع. ولو العكس ديس لايك وقولوا لي السبب، وتعالوا بينا ندخل على المركز التاسع في منطقة وسطى قوي، يعني مش ربنا يسهل لك قوي، يعني في حب للشماتة ولكن بدرجات. من اول الجوزاء الهوائي اللي في المركز التاسع رجل، ولا سيما الانثى. لا الموضوع بقى هتبدأ تلاقيه على صغير كده موجود عندهم حتة الشماتة دي، ولكن برضو الجوزاء رحمة مقارنة بالميزان اللي بيجي في المركز الثامن. ما هي الموضوع بدرجات. الميزان ممكن بقى شوية، ودخلنا في الجد وجد الجد، وبدأنا نلمس موضوع حلقتنا ونخش في الأبراج اللي هي بتوجد فيها الصفة دي بشكل ملحوظ قوي، ولكن لسه ما دخلناش برضو في خطوط النار. دلوقتي احنا هنوصل لبرج الحبيب اللي بيجي معانا طبعا في المركز السابع، برج الحمل الناري. عندنا برضو سنة شماتة كده. بصراحة لو يعني ممكن نمشي بالمبدأ اللي احنا قلناه في بداية الحلقة، لو مش ليا افضل بصراحة ان هو ما يتهناش مع غيري. طبيعتنا كده رجل، ولا سيما خلي بالكم انثى، ولكن كل الابراج دي في منطقة، والستة الاوائل في منطقة تانية خالص. تعالوا بقى نتعرف عليهم بالترتيب كده، وقولوا لي بتكتبوا في التعليقات ولا لا. حد توقع المركز الاول؟ يلا بينا على السادس. انا برضو قبل ما نبدا كده في المركز السادس عايز انوه واقول اي حد على الفيسبوك او اي مكان غير محمد ابو زيد رجاء ما تتابعوهوش، رجاء يعني ساعدوني في النقطه دي عشان نحارب الناس اللي هي النصابه. الطور الترابي في المركز السادس، بتحب تشمت يا برج الطور؟ ابراج الطور ممكن تجاوبنا في التعليقات تحت. بصراحة ايوه بحب اشمت، ايوه يعني سيبني ليه ويروح لغيري، او لو هو ما كانش ليا ليه يبقى لغيري. كمان هيساعد برج الطور من العوامل اللي تساعده ان عنده حب امتلاك قوي، ومن الابراج اللي مش شايفة نفسها ان هي ناقصها حاجة ولا ان في حد اميز منها. فلسفة برج الطور كده اعترف بيها ولا ما اعترفش، علم الفلك موضحه قوي وكشفه قوي. العذراء في المركز الخامس اعلى منه واعلى من كل الابراج دي. وبدأنا ندخل بقى في الابراج الموت، في الابراج اللي هي نار، في الابراج اللي هي شماتة قاتلة مدمرة، قصف جبهة قاتل في الشماتة. العذراء واحد من ابراج القمة في الموضوع ده، رجل ولا سيما المرأة، ينهر ابيض على المرأة في الموضوع ده. انثى برج العذراء قنبلة الذكاء وسعوا لها في الموضوع ده، نار 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 يا حبيبي نار. ولكن كل دول في منطقة تانية، او الطور والعذراء
ورباعي خط النار في منطقة تانية خالص. الأربعة دول بيتنافسوا ويتزاحموا على المراكز الأولى بشكل كبير أوي، وهم أكتر أربع أبراج رجل، ولا سيما امرأة فيهم النقطة دي وفيهم الصفة دي. تعالوا بينا ندخل على المركز الرابع. تراه هادي ومعطاء ولذيذ ورومانسي وحبوب ورقيق ومتسامح، ولكن في الموضوع ده ما عندوش يما ارحميني. في الموضوع ده شماتة قاتلة عالية قوي، مستوى الشماتة عند برج الحوت اللي بيتربع على عرش المركز الرابع عالي قوي برضه. هقول رجل ولا سيما الأنثى، على فكرة الإناث بشكل عام في الموضوع ده بتتفوق بفارق ملحوظ وكبير على الرجال من كل برج. برج الحوت في المركز الرابع، وهو من أشد وأقوى وأعتى الأبراج في الموضوع اللي زي ده. نعلى بقى ندخل في المركز الثالث، ما بالكم إذا كان ده حال اللي في المركز الرابع، ما بالكم اللي في الثالث؟ طب اللي في الثاني؟ طب المتصدر؟ طب حد كتب أو حد توقع السرطان المائي؟ نفس الكلام، تخيلوا البسكوتة السندريلا أنثى برج السرطان، ولكن بقى الشماتة عالية قاتلة جدا، نار عند أنثى برج السرطان تحت. بشكل عام من الأبراج اللي ممكن مش ممكن ده أكيد هتشمت أوي 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 في الطرف الآخر بعد الانفصال، كمان هتركز معاه أوي. ما احنا كنا خدنا حلقة قبل كده عن أكتر الأبراج اللي ممكن تراقب بعد الانفصال. السرطان مش هيراقب بس، هيشمت كمان، وهيبقى عنده حب وسعادة بصراحة لو شافك متعذب. هتشمت فيه، هتشمت في عذابك، لأن ممكن حد يقول لي أنت بتتكلم في الحلقة دي يعني إيه مقصود بالشماتة؟ لو أنت تعذبت، لو أنت احترت، لو أنت ارتبطت وانفصلت أو اتجرحت تاني أو خدت لك خبطة تانية، الأبراج دي هتفرح فيك بالترتيب زي ما احنا رتبناها. كل دول في منطقة تانية، والاتنين الأوائل خربين الدنيا في الموضوع ده، الجدي والعقرب، العقرب والجدي. حد توقع مين بيتصدر الأبراج فيهم؟ الاتنين دول سم في الموضوع ده، سم في الموضوع ده. برج العقرب في المركز الثاني على قائمة كل الأبراج، وواحد من أقوى وأشد وأعتى، والمنافسة بسيطة أوي أوي بينه وبين برج الجدي اللي بيتصدر المركز الأول. العقرب في المركز الثاني رجل وامرأة يكاد يتساووا الاتنين في الموضوع ده، من الأبراج المحبة جدا والمتلذذة جدا والمتلهفة بشوق لعذابك عشان تشمت فيك. العقرب كده ممكن لا يعترفوا بكده، بس هما كده ومن داخلهم كده. وخلي بالك، أو خلي بالك، برج العقرب عامة في كثير من الصفات ما بيرضاش إن هو يبوح بيها أو يخبر الآخرين بيها، بس احنا دورنا النهاردة ان احنا نبوح لكم بيها. دلوقتي بقى برج الجدي رجل وامرأة، برضو الاتنين يعتبر متقاربين جدا من بعض، اقوى واعتى واشد الابراج كلها في الموضوع ده، وبيجلس على عرش الابراج كلها في الموضوع ده. وما تنكروش المرأة الحديدية، انا بقول لك اهوت في التعليقات، اوعي تخش تكتبي الاقي مرأة حديدية واحدة كاتبالي في التعليقات ما بشمتش، انت حر، انا ما بحبش كده، انا يعني دغري واحب تبقي دغري، او فيكم صفة تعترفوا. انتم اعلى الابراج شماتة شماتة في الطرف الاخر بعد الانفصال، ولا سيما لو كان هو اللي بعد، يعني ولا سيما لو كان هو اللي ابتعد، لان يعني ازاي ما يقدرش قيمتنا. وما بتنسوش وعندكم حب امتلاك، وبرضو فيكم شوية من ابراج القمة شايفين نفسنا مش ناقصنا حاجة ومحدش يتفوق علينا في حاجة، وحاجات كتيرة اوي عشان ما اطولش عليكم هتخليكم بتتصدروا الترتيب في حلقة النهاردة. اكتبولي اراءكم في الحلقة دي، انا زي ما قلت وبقول ولسه هقول مدمن على قراءة تعليقاتكم، ويا ريت لو شايفينها مفيدة وممتعة تدوسوا لايك توصل لبقية أصدقائنا. وبقول اللي عايز يشوفني أكتر من مرة في اليوم ومش بيزهق مني، عندنا قناتين تانيين على اليوتيوب، اسأل محمد وعيلته وهاتريك كورة، والانستجرام والفيسبوك. اللي يحب إن هو يتواصل معايا كل الروابط دي في وصف الفيديو، ولو أنت بتشوفني على الفيسبوك انزل على التعليقات هتلاقيني برضو
كاتب تعليق في كل الروابط دي، تشرفوني جدا وتنوروني جدا، ومع السلامة.